بالعلم ويا العمل ضاريني جت للناس نور للأمل سابق. أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا، إن شاء الله تكونوا بخير. أعتذر طبعا عن التأخير، ولكن جاري رفع المادة العلمية عشان نشتغل عليها. قبل ما أتحمل إن شاء الله، هبدأ أتابع مع حضراتكم. ياريت تبلغوني إن شاء الله إن الصوت واضح كويس، فيا ريت الصوت واضح عنده يكتب إن الصوت واضح إن شاء الله، ويكتب رقم واحد. لو الصوت مش واضح يكتب رقم اتنين. أنا أكيد بسمع نفسي يعني، أكيد الصوت واضح عندي عشان كده كاتب واحد. هبدأ مع حضراتكم إن شاء الله يا جماعة اللي معانا إن شاء الله، يكون رفع المادة العلمية، وعلى بال ما يكون إن شاء الله الحضور جاء معانا. هنسأل سؤال، إيه الفرق بين العادة والسلوك؟ إيه الفرق بين العادات والسلوكيات؟ وإيه الفرق بين العادة والسلوك؟ في تشويش مع الصوت، أنا أعتذر جدا. تمام، يا ريت إن شاء الله كده عشان هنبدأ إن شاء الله على بركة الله. يا ريت الدعم الفني يقولنا لو الصوت واضح أو في مشاكل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،
من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح لهذه الأمة فكشف الله به الغمة. ثم أما بعد، أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا معنا إن شاء الله النهاردة في اليوم الثاني والأخير من البرنامج التدريبي عاداتك تحدد مصيرك. هنبدأ سريعا مع حضراتكم، هنراجع الجزء اللي فات، هنراجع الجزء اللي فات اللي هو طبعا ايه كان كالآتي. اتكلمنا عن العادات، ايه الفرق، ما هي العادة، ازاي تكون العادة. طيب ممكن نبرمج الفكرة او العادة في العقل ازاي، وده اللي بإذن الله هندرسه بالتفصيل النهاردة. اخدنا نموذج الدورة الذهنية وقلنا ازاي بتمشي او ازاي بتتم، ان لازم الجهاز العصبي بيستقبل معلومات، الجهاز العصبي عندي بيستقبل معلومات، يستقبل المعلومات دي بعد ما يستقبلها يحللها ويرسلها ايه، يرسلها للحواس، يرسلها ايه للحواس. عندي في العقل الواعي منطقتين، منطقة اسمها منطقة المنطق ومنطقة ايه التخيل. في المنطقة الاولى اللي هي منطقة المنطق بتعرف على العادة او السلوك عندي، لو هي عادة سلبية بتعرف عليها وببدأ الغيها، الغي اجزاء منها. لو عادة كويسة ببدأ اعمم ايجابياتها، ببدأ اعمم في ايجابيات العادة والغي السلبيات بتاعتها، والغي السلبيات بتاعتها. يعني على سبيل المثال كرة القدم عادة جميلة جدا بالنسبة لحد، لو هي عادة اللي هو ايه يلعبها دايما، لو انا هركز عليها وهعمل تحليل هتعرف عليها، هبدأ في المرحلة وبتعرف عليها. هي كلياقة جميل جدا، كصحة بتساعد طبعا في انك تحافظ على لياقتك، بتساعد انك تحافظ على صحتك، بيبقى فيه تنشيط للدورة الدموية، كل ده كويس، كل ده ايه كويس، حاجات ايجابية. فانا اعمم ده. في بقى الحاجات السلبية، زي ايه الحاجات السلبية؟ على سبيل المثال لو انا بلعب كل يوم وبتأخر في اصابات فدي سلبيات، هبدأ الغي الحاجات دي، ابدأ احد منيها. انا بلعب كل يوم فبضطر انام متأخر فاصحى شغل متأخر، لا دي سلبية. انا كده ايه هلعب وقت معين في يوم معين بحيث انه ميأثرش على حاجة تانية، فهبدأ الغي السلبيات، الغي سلبيات. بعدين في مرحلة اسمها التحليل، ببدأ احلل العادة اللي انا بعملها دي استفاد فيها ايه، كذا تفيدني في ايه في حياتي على المستوى الشخصي، على المستوى العام، المهني، الاجتماعي، ايا كان. بعدين ببدأ المرحلة الثالثة مقارنة، ببدأ اقارن بين ايجابيات وسلبيات، ايجابيات وسلبيات. لو انت ايجابيات، لو حققت الايجابيات بتاعت هتكون عايش ازاي، هتكون مبسوط ولا مش مبسوط، هتكون فرحان والناس اللي حواليك مبسوطين، وحاجة ايجابية بتساعد بها نفسك وبتساعد بها غيرك، تنقل ده ليك ولغيرك زي ما قلنا. كالتالي بنجي بقى في المرحلة الأخيرة في منطقة المنطق وهي القرار، بتبدأ تاخد القرار. هنا ببدأ أخذ القرار في إلغاء السلبيات والحفاظ على الإيجابيات. بيبدأ هنا عقلي اللاواعي بيبدأ يشتغل معي، بيبدأ عقلي اللاواعي يدخل معي في النموذج أو في الدورة دي. بيبدأ طبعا في مخازن الذاكرة عندي اللي هي بيبقى فيها الفلوس، الخبرات، الحب، المشاعر، الكره، المستقبل، الأمل، الأحلام، كل ده بيبقى في مخازن الذاكرة عندي فين؟ في العقل اللاواعي. كويس جدا. بيبدأ العقل اللاواعي يفتح ملف خاص، يفتح ملف خاص. الملف ده جواه أكتر من جزء، جزء اسمه الأحاسيس، جزء اسمه الأحاسيس، مهمته إيه؟ بيربط الأحاسيس بالذاكرة، بيربط الأحاسيس بتاعتي تجاه العادة دي أو تجاه السلوك ده، اللي هو السلوك جزء من العادة، فبيبدأ يربط ده معي بإيه؟ بالذاكرة عندي، بالذاكرة إيه؟ عندي. الجزء الثاني فيه بيبني رد فعل حسي، بيبني إيه؟ رد فعل حسي، يعني في السلوك ده أو في الجزء ده من العادة في رد فعل حسي معين، اللي هو مثلا الابتسام، السرور،
الفرحة، البهجة. فكل ده إيه؟ كل ده ردود فعل، فهو بيبني رد فعل حسي يعني مشاعري، اعتماده على المشاعر. في جزء تاني اسمه الفسيولوجي، افتح ملف اسمه الفسيولوجي، ده بيكون ايه؟ بيديني تحركات الجسم في الحالة ده او في السلوك ده، انت بتعمل ايه؟ تحركات جسمك بيكون شكلها ازاي؟ تعبيرات وجهك ازاي؟ المرتبطة بتكون مرتبطة بيه؟ مرتبط ده بالجزء الاول اللي هو ايه؟ مرتبط بالاحاسيس والذاكرة عندي، بالاحاسيس والذاكرة عندي. دول بيدوني في الاخر ايه؟ بيدوني السلوك المتكامل. السلوك المتكامل بيتكون من ايه كده؟ الاحاسيس، التعبيرات، التحركات، اللغة، التخيل. وده بيكون ايه؟ اي سلوك انا بشتغل عليه. طيب ايه كمان؟ ده لحد اخر حاجة وصلنا لها امبارح يا جماعة، اخر حاجة وصلنا لها امبارح. النهاردة في جزء اسمه ايه؟ كيف تتكون العادات وكيف تتغير؟ ازاي العادة بتتكون عندي؟ ازاي العادات بتنشأ في حياتي؟ ازاي السلوك بيصبح عادة؟ وازاي بتتغير؟ يعني انا ازاي اغير العادة دي؟ انا عادة اكتسبتها فاصبحت بالنسبة لي اتعودت عليها. ازاي اغير ده؟ ازاي ايه؟ اغير ده؟ وايه الفرق بين السلوك والعادة؟ لو سألت حضراتكم ايه الفرق بين السلوك والعادة؟ فلو قلنا يا جماعة ايه الفرق بين السلوك والعادة؟ بداية كلنا يا جماعة عارفين قمة الجبل. قمة الجبل بالنسبة لقاع الجبل ايه شكلها؟ دي حقيقة علمية ان الجبل او قمة الجبل جزء، بالنسبة لقاع الجبل فهي تقريبا 1:3. يعني الجبل تحت سطح الأرض أو تحت سطح البحر أكبر ضعف أو ضعفين من إيه؟ من قمة الجبل أو من الجبل فوق سطح الأرض أو الجبل إيه؟ فوق سطح الأرض. طيب إيه دخل ده بكلامنا إحنا؟ أو إيه دخل ده بالعادات عندنا أو كده؟ نفس الوقت بنقول إن الاختلاف بيكون كالآتي: السلوك، سلوك الفرد أو سلوكك أنت أو سلوكك أنت في التعامل مع حد أو في التعامل مع أيا كان، شخص واحد، أهلي، أصدقائي، جيراني، العيلة، الأصحاب، أيا كان التعامل مع. السلوك يمثل الجزء اللي فوق سطح الأرض من إيه؟ من الجبل. السلوك كل واحد فينا يمثل إيه؟ يمثل الجزء اللي فوق سطح الأرض من الجبل اللي هو الجزء الصغير. العادات العكس، العادات هي هنا بتمثل ايه؟ بتمثل الجزء اللي تحت اللي هو تحت ايه؟ تحت سطح البحر اللي هو او تحت سطح الارض اللي هو الجزء الكبير، الجزء ايه؟ الكبير. ومن ده هنقول ان يا جماعة كده السلوك عندي يمثل نسبة كبيرة، ولا يصح يعني ما ينفعش انا احكم على شخص من سلوكه. بمعنى ايه؟ يعني ممكن يكون شخص قدامي بيعمل سلوك معين، فما ينفعش احكم عليه من خلال ده. ما ينفعش ايه؟ احكم عليه من خلال سلوكه. ليه؟ لان سلوكه ده مش شخصيته الحقيقية، مش شخصيته ايه؟ الحقيقية. ولكن ايه؟ ولكن العكس. طيب يعني ايه العكس؟ يعني الشخص ده بيتعامل معاي من ناحية او سلوك معين او تصرف معين. هل التصرف ده يمثل شخصيته؟ لا، ما يمثلش ايه؟ شخصيته، لان شخصيته الحقيقية
تختفي او تختلف عن ايه؟ عن تصرفاته وسلوكياته. قد يكون في حاجة معينة او في تصرف معين بدر مني، ففي رد فعل معين كان ايه؟ كان مقابل ليه. طيب ده انا هيفيدني ده في ايه؟ هيفيدني ده في الاتي. نحن عندنا العادات، عندنا ايه؟ العادات. تتكون العادات يا جماعة السلوك، انت يتحول السلوك لعادة، انت يتحول السلوك ايه؟ لعادة. بيبدأ السلوك، بيبدأ عندي لما ابدأ اكرر السلوك، ببدأ اكرر ايه؟ اكرر السلوك، بيبدأ يدخل معاي في عملية ان هو اثناء ايه؟ جاري تكراره، بكرر ده، بيصبح ايه؟ بيصبح من التكرار معي بيزيد تعمل ايه؟ نعم، اصبح لي اوقات معينة، طريقة معينة فعل السلوك ده، وقت معين، وقت ثابت تحديد ليه بدأ يحصل معي، اصبح ان انا بعمل السلوك ده وبنفذ السلوك ده بشكل تلقائي، بشكل تلقائي. في الحالة دي اصبح عندي ايه؟ اصبح عندي عادة، اصبح عندي ايه؟ عادة. يبقى كده بنقول ازاي تتكون العادة. تتكون العادة من الانتقال من السلوك وتكرار السلوك وتنفيذ السلوك في أوقات معينة ومواعيد معينة وبشكل تلقائي، أصبح عندي بشكل تلقائي من التكرار، فأصبح عندي يتحول من سلوك إلى عادة، من سلوك إلى إيه؟ إلى عادة. طيب وبعدين في عندي حاجة لما اسمها إيه؟ نموذج التغيير والتقدم، نموذج التغيير والتقدم. يعني إيه نموذج التغيير والتقدم؟ أو أنا هستفاد بإيه فيه؟ نموذج التغيير والتقدم كالآتي، بيبدأ بإيه؟ بالإدراك. يعني إيه إدراك؟ يعني إدراكك للفكرة، إدراكك للأمر، إدراكك للسلوك، إدراكك إيه؟ للسلوك. أنت أدركت، الإدراك بيتم إزاي يا جماعة؟ بيتم من خلال العقل، الله. فأنت بدأت تدرك، بدأت إيه؟ بدأت أدرك السلوك، أو في سلوك معين بدأ يجيبني، فبدأت إيه؟ إدراك السلوك ده، بدأت إيه؟ إدراك السلوك ده. طيب بعد الإدراك إيه اللي بيحصل؟ بيحصل التركيز. التركيز بيحصل من خلال البصر. ببدأ أركز، ببدأ إيه؟ حاسة البصر عندي، ببدأ أركز في الموضوع ده، ببدأ أركز في السلوك ده. وبعد التركيز بتيجي الملاحظة، بتيجي الملاحظة، فببدأ ألاحظ، ببدأ إيه؟ ألاحظ. يبقى إيه بنقول؟ أجري مرحلة تانية اسمها التركيز، ببدأ إن أنا أركز، ببدأ أشوف. يبقى إيه بنقول؟ مؤدين لبعض. يعني ممكن طيب الملاحظة الأول ولا التركيز الأول؟ لا، سواء التركيز او الملاحظه كلاهما ممكن ابدا بالاثنين، ولكن بنقول ان انا هبدا في التركيز. ليه؟ لان لما ببدا في التركيز وانا مركز هبدا الاحظ، هبدا ايه؟ الاحظ. علشان كده هنقول ايه؟ هنقول التركيز بيؤدي للملاحظه، وممكن ان انا الاحظ امر معين، لاحظت امر في سلوك فبيخليني اركز ايضا، فبيخليني ايه؟ اركز ايضا. فنقول كده ان انا ركزت في السلوك ده وبدات الاحظ السلوك ده وبدات الاحظ ايه؟ الى تعالوا تبقى ايه بنقول؟ اسباب. بدات تظهر عندي اسباب السلوك ده. ببدا السبب ليه؟ ودايما انا كنت بسال ليه؟ ازاي؟ طيب كيف؟ عندنا في اربع انظمه طبعا اسمها فورمات، فورمات اربع انظمه طبعا. ففي جانب بيقول لك ليه؟ السبب؟ ليه؟ عايز اعرف السبب. فطبعا تعرف الاسباب ان انا عايز اعرف السبب، السبب عايز اعرف طب ليه السلوك ده؟ ازاي بيتم السلوك ده؟ لاحظت الامر ده او فعل ما في جزء من السلوك ده او جانب من السلوك ده بدا يولد عندي ايه؟ بدا يولد عندي رغبه.
بدأ يولد عندي ايه؟ رغبة. رغبة في ان انا اكتسب السلوك ده. رغبة في ان انا احصل على السلوك ده. رغبة ان انا لا ان انا السلوك ده حاسس ان في حاجة بتجذب انتباهي. في حاجة تستحق ايه؟ تستحق ان لا اركزها. اركز معها. تستحق ان انا اركز. ان انا تركيز وان انا الاحظ الموضوع ده. فبيحصل كالاتي. ان بينتقل معي من الرغبة بسبب معرفة الاسباب تنتقل معي للرغبة والرغبة تبدأ تنتقل معي في ايه؟ الاعتقاد. بتروح معي مرحلة الاعتقاد ان انا بعتقد ببدأ اعتقد في الامر ده في الفكرة في السلوك ببدأ ان انا اعيش فيه اعيش ايه فيه ببدأ ان انا اخد خلاص ابني اعتقادي ابني تصوري لي ابني السلوك اللي انا باخده ده. وبعدين بيحصل كالآتي. القرار. ببدأ اخد قرار. حين ببدأ اخد قرار ان هنفذ السلوك ده. هنفذ السلوك ده. بعد القرار بتاخد خطوة مهمة جدا جدا وهي ايه? التوقع. انا اخدت قرار. خلاص انا اخدت ايه? اخدت قرار. فببدأ اتوقع هنا القرار اللي انا اخدته ده. ان انا هنفذ السلوك ده. او هكتسب السلوك ده. او هخلي السلوك ده عندي يعني هبدأ أطور السلوك ده عندي. فبدأ أتوقع في القرار اللي أنا أخذته نتائجها هتكون إيه؟ نتائجها هتكون إيه؟ وببدأ إيه؟ ببدأ أبني. ببدأ إيه؟ أبني. هنا بتبدأ تكون عندي إيه؟ الأحاسيس. بتبدأ عندي أحاسيسي ناحية التجربة دي. تبدأ أحاسيسي ناحية التجربة دي. كل ده طبعا بيجري فين يا جماعة؟ بيجري داخل عقلي، عقلي الواعي. فعقلي ايه? اللاواعي. انا اعتقد الاحساس بيبدأ ايه? فعقلي اللاواعي. ببدأ ابني ايه? زي ما قلنا السلوك المتكامل. ببدأ ابني احاسيس. تعبيرات. تحركات. كلمات. بناء رد فعل حسي. كل ده بيديني في الاخر ان انا بعد ما اخدت القرار وتوقعت النتيجة ببدأ في الفعل. ببدأ ايه? ببدأ في الفعل. باخد الفعل بتاعي. ببدأ فيه. ببدأ اخطط ليه. هعمل ازاي ده? هنفذ ده ازاي? واخدت القرار. وبدأت انفذ ثانيا. انفذ السلوك ده. وبدأت اخطط ليه. آلية التنفيذ. هنفذ ده ازاي? انت معك عادة. هسألهم مثلا انا بلعب كرة قدم. معلش لو في ناس معانا ما بتلعبش كرة قدم وما بتحبش كرة القدم. ولكن على الاغلب يعني. بحب العب كرة القدم. بدأت اركز. سلوك شفت حد بيلعب كرة كرة قدم بدأ احط الموضوع ده ادرك طيب هو ليه بيلعب طيب كذا طيب فانا عايز اعرف هو بيلعب ليه طيب بيستفيد ايه وكده فبدأت اركز بدأت الاحظ الاحظ ايه على سبيل المثال ان لا ده هي بتحافظ على لياقته البدنية بتنشط الدورة الدموية بتحافظ على صحته بتحافظ فبناء عليه هنا بدأت ايه في اسباب عندي ان انا لو لعبت كرة قدم هحافظ على جسمي هحافظ على لياقتي البدنية كذا 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 هنا بدأت تتولد الرغبة عندي بدأت ايه تتولد الرغبة عندي الرغبة لا طيب ليه انا ما اخدش ده وليه ما يكونش عندي الامكانية ان انا احصل على الشيء ده او احصل على السلوك ده او تصبح عندي عادة زي هنا بيبدأ الاعتقاد بيظهر عندي ايه بيبدأ يظهر عندي الاعتقاد ببدأ اعتقاد طيب لو انا عملت ده مش هبقى كده مش هبقى زيه مش هبقى كده دايما احلل خصوصا الكلام ده بلاقيه فين عند الاطفال الصغيرين لما الاقي طفل نفسي اكون بابا زي ابو تريكه نفسي كذا نفسي او زي عمرو زكي علشان اهل الزمالك يعني ايا كان فببدا نفسي يا بابا اكون شبه ده نفسي يا بابا اطلع لعيب كوره نفسي أبقى. ليه؟ هنا بدا يعتقد شاف رؤيه فبدات اكون اعتقاد للامر اعتقاد في الشخص ده ببدا هنا اخذ قرار مبدئيا اخد قرار، القرار اللي انا باخده كالاتي. ان انا هنفذ ده وببدا بتوقع، ببدا ايه؟ بتوقع، توقع اللي هيحصل. ببدا بعدين بعد توقع واللي هو المجريات او التصور او تخيل للامور هتبقى ماشيه ازاي؟ ببدا في الفعل، ببدا العب كوره، نزلت وبدات ايه؟ بدات العب كوره. ببدا بعدين اخطط، ببدا ايه؟ في مرحله اسمها ايه؟ التخطيط. ليه? وانا بلعب كرة تقريبا بنلاقي انه بيحط
خطة، ما بينزلش يلعب أي حد، ما بينزلش الملعب يلعب بس، لا بيكون في خطة. فالخطة دي أسبابه نجاحها كويس جدا. لا، في حاجة محتاجة تتغير فيها. ببدأ في مرحلة اسمها إيه؟ التغيير. ببدأ في مرحلة اسمها التغيير، يبقى من الفعل تخطيط، ومن التخطيط إيه؟ للتغيير. في حاجة عايز تتغير، فببدأ في تغيير العادة دي، ببدأ في تغيير إيه؟ العادة دي عندي. لو وبعد التغيير حصل التغيير ايه تاني؟ في التقدم. في ايه؟ التقدم. يعني في تقدم ما هي العادة، خلاص انا نفذت ده، ففي ايه؟ الصوت في صدى. طيب كده في صدى صوت يا جماعة. طيب يا ريت حضراتكم توضحوا لنا، هل ما زال في صدى صوت؟ انا هكمل بقى، لو في مشاكل في الصوت يا جماعه يا ريت توضحوا، يعني انا ما اعرفش كده اذا كان في صوت في صدى ولا لا، فيا ريت توضحوا لي يعني. الدعم الفني بيقول 2-1، في ولا مفيش؟ ممتاز ان شاء الله. هنكمل. هو للأسف يا ريت الدعم الفني يعني يفيدنا في موضوع إن المادة العلمية حتى الآن مش ظاهرة، فده التصرف يكون فيه إزاي؟ هنكمل بقى يا جماعة. زي ما قلنا عندي في مرحلة الفعل بيحصل معايا ايه؟ في مرحلة الفعل التخطيط. زي ما قلنا التخطيط بيكون كالآتي: تخطيط بقى أثناء الفعل بيحصل معايا، لو في حاجة محتاجة تغيير ببدأ أغير الفعل. طبعا ده يا جماعة ايه؟ أثناء الفعل ده اسم مرحلة مع ايه؟ الفعل والتعلم. أنا في المرحلة دي أيضا بتعلم، في المرحلة دي أثناء ما أنا بنفذ السلوك ده أو كذا، فده أنا بتعلم إيه؟ بتعلم فيه في الوقت ده. طيب إيه تاني؟ قلنا بعد التغيير بيجي التقدم. ببدأ أنا غيرت، قدمت، وبعدين بيحصل إيه؟ في حاجة عايز تغير فأنا غيرتها. بعدين بيجي إيه؟ التقدم، لا ببقى أفضل، أحسن، أفضل، أحسن. باقي المرحلة التغيير والتقدم والفعل اللي باخده من ايه؟ ست مرحله يتجمعوا مع بعض بدون ايه؟ تقييم وتعديل. يعني ايه تقييم وتعديل؟ ببدا اقيم اللي انا وصلت له. انا اصبحت لاعب كويس، لاعب كوره كويس، طيب مفيش مشكله، هل استمرت؟ لا، بس انا اصبحت ان انا بلعب على سبيل المثال، بلعب في المنطقه دي كويس، بس في المنطقه دي في خط نص مثلا ما بعرفش العب كويس. فأنا كده عايز أعدل الجزء ده، عايز أعدل الجزء ده. التقييم والتعديل بيكون فين؟ بيكون بيرجع بيا تاني
لنقطتين لنقطة الفعل، فببدأ بحط تقييم والتعديل وابدأ انزل بيه، انزل بيه الفعل. فين نموذج التغيير التقدم؟ يبقى هنقول سريعا يبدأ معي بالإدراك، ببدأ بيتم إدراك الأمر معي أو السلوك، ببدأ إدراك السلوك ده اللي أنا عايز إيه، اللي أنا عايز إيه، عايز أطبقه، اللي أنا عايز أطبقه وعايز إيه وعايز أنفذه، ببدأ أركز عليه، ببدأ ألاحظ السلوك بيتم تنفيذه إزاي، ببدأ أولد أسباب، عندي تسع أسباب، إيه الأسباب دي بناء على الأسئلة اللي أنا بسألها. طيب ليه؟ طيب انا هستفاد ايه؟ طيب دي بتتعمل ازاي؟ طيب هتتنفذ ازاي؟ طيب بعد ما انفذها هل هكمل ولا لا؟ فالاسباب الاسئله دي كلها بتولد عندي ايه؟ بتكون اسباب، بتولد رغبه، بتولد ايه؟ رغبه. الرغبه دي بتولد عندي اعتقاد، ببدا اعتقد في الفكره او في السلوك، ببدا اعتقد ايه؟ في السلوك. طيب انا هنفذه. طيب بعد ما انفذه ايه اللي هيكون بعد تنفيذه؟ بيحصل توصل معايا مرحلة اسمها القرار، في حالة ان انا باخد القرار ان انا ايه؟ ان انا انفذ الامر ده او السلوك ده. وببدأ هنا بتتكون عندي احاسيس ناحية ايه؟ ناحية السلوك ده. بتتكون عندي رد فعل حسي للسلوك ده، توقع. وبيبدأ يكون عندي توقع، تخيل للامر هيمشي ازاي او هيكون ازاي. وبنتقل من ده للفعل، ببدأ بنفذ السلوك فعليا، ببدأ في تنفيذ في تنفيذ السلوك فعليا. وبعد ما ابدأ في تنفيذ السلوك فعليا بيكون عندي مرحلة من الاثنين، التخطيط، ببدأ اخطط للفعل نفسه. وانا في الفعل ببدأ ايه؟ اخطط زي ما قلنا لاعب كرة القدم ما بينزلش الملعب وبس، لازم بيبدأ معاه خطة، خطة للفريق او خطة ايه للملعب. كذلك وبعدين اللي بيحصل كالاتي، التغيير، لو انا في حاجه عايز اتغير، لو بلاحظ المدرب بيعمل ايه؟ بيدرب على سبيل بيغير انا في اللعيبه او بيجري تغيير او كده، في تقدم في في تقدم، بفضل خلاص احافظ على ايه؟ التقدم ده وببدا ايه؟ ببدا استمر في تنفيذ ايه؟ التنفيذ. لا في مشكله معايا، ببدا ايه؟ لا في قصور او كذا، بدخل لمرحله من التغيير والتقدم اسمها التقييم والتعديل، ببدا اقيم نفسي وببدا اقيم سلوكي، ببدا اقيم الفعل اللي انا بنفذه، ومن خلاله بيتم بعدين انه التعديل، لو هل الامر فيه قصور في جانب معين ببدا اعدل في السلوك ده، العاده اللي انا بنفذها او السلوك اللي انا بنفذه لا فيه قصور في جانب معين لازم يتغير، ببدا ايه؟ ببدأ أعدل. التعديل بيرجع معاي للخطوة اللي قبل التغيير والتقدم اللي هي الفعل. يبقى التعديل بيتم فين؟ التعديل بيتم الفعل. فأنا ببدأ أعدل في فعلي للسلوك ده، أو في فعل إيه؟ للأمر ده، أو طريقتي لفعل الأمر ده. طيب ممتاز جدا. ده بيوصل معايا في الآخر يا جماعة، قلنا الإيه؟ لمرحلة اسمها إيه؟ مرحلة التقدم. طيب ايه كمان؟ ده احنا كده بنتكلم يا جماعة فين؟ في كيف تتكون العادات وكيف تتغير. طيب ايه كيف تتكون العادات وكيف تتغير؟ طيب ايه كمان؟ لو انا عندي تجربة ازاي بتتكون العادة عندي؟ بيكون عندي تجربة، ايا كانت التجربة معاي او مع حد غيري فهي تجربة. شفت تجربة قدامي او انا عملت تجربة، ببدأ اركز في التجربة دي، ببدأ ايه؟ اركز في التجربة دي. يا ريت لو كل واحد فينا في عادة معينة عايز يكتسبها يبدأ ينفذ، يبدأ ايه؟ ينفذ معنا ده. بتخيل التجربة، بتخيل ايه؟ التجربة. وبعد ما تخيل التجربة دي ببدأ اشوف ايه؟ التركيز، ببدأ ايه؟ ببدأ اركز عندي في التجربة اللي حصلت معي ده.
وبعد التركيز أثناء التركيز ببدأ أركز على التجربة. بعد التركيز بفصل الأحاسيس. يعني إيه؟ يعني ابدأ كون إحساسك عن التجربة دي. ابدأ ابني إحساس. ابدأ ابني رب فعل حسي. ابدأ أربط أحاسيسك بالذاكرة. افتح ملف زي ما قلنا، استدعي ملف من مخازن الذاكرة عندك في عقلك اللاواعي، وابدأ إيه؟ وابدأ نفس ده، وابدأ نفس ده. نفس أربط أحاسيس التجربة دي. كون احاسيس معينه بالتجربه دي وخاصه بالتجربه دي، وابدا ارفعها في مخزن الذاكره عندك ايه؟ في الملف اللي احنا قلنا عليه. في الملف اللي احنا قلنا عليه اسمه ايه؟ اسمه الاحاسيس. اسمه ايه؟ الاحاسيس. طيب وبعدين بيحصل معي ببدا برمجه. يعني ايه برمجه؟ ببدا ابرمج العقل بتاعي، او ببدا ان انا اختار التصرف هيكون ازاي. التصرف هيكون ازاي؟ ببدا اصيغ التجربه بشكل يتناسب معي. اصيغ التجربه بعد تركيزي فيها، بعد اضافه الاحاسيس بتاعتي اليها، والتعبيرات بتاعتي هتكون ازاي، وانا هعمل ايه. ده اسمه ايه؟ اسمه برمجه. انت كده بتبرمجها بعد ايه؟ بعد ما ضفت تركيزك ليها، بعد احاسيسك شكلها كان ايه معاها، او تعبيراتك كانت ايه. بعد البرمجه وبعد ما انا شكلت ده، بكرر التجربه. ببدا انت بقى ايه؟ بتكرر التجربه. تكرار التجربه بيعمل ايه؟ تكرار التجربه بيدي زياده قوه الاحاسيس. لما انا اكرر حاجه وبعيش فيها بيديني زياده تاكيد، بياكد لي عليها. زي ما قلنا التكرار، لما انا بكرر مره وثنين بحفظ وبفهم، كذلك التكرار على التحاسيس بيزود قوه ايه؟ بيزود قوه الاحاسيس. لما انت تركز على جانب معين فتلاقي ان الجانب ده عندك بيزيد عن الجوانب الثانيه. كذلك تكرار التجربه بيزود قوه الاحاسيس. زياده قوه الاحاسيس زي ما قلنا ان انا بفتكر الاحساس ثاني، بعيش في الاحساس ثاني. ولما اعيش في الاحساس، الاحساس قوته بتزيد. الاحساس ايه؟ قوته بتزيد. ولما الاحساس قوته تزيد، قوة البرمجة عندي بتزيد. ده بيؤدي الى ايه؟ بيؤدي الى زيادة قوة البرمجة. بعد ده بيبدأ يظهر عندي، يا جماعة يبقى كده عندي تجربة وتركيز مع احاسيس بيديني برمجه. لما اكرر التجربه وازود قوه الاحساس عندي بان انا افتكر الاحساس بتاعي واعيش فيه واتخيل نفسي في الاحساس ده، بيبدا عندي زياده قوه البرمجه. قوه البرمجه. ده بيولد معاي ايه؟ بيولد معاي العاده. هنا بتبدا تتكون معاي عاده من تجربه. بركز في التجربه، ببني احاسيس معينه للتجربه دي، ببدا اصيغ التجربه دي وبرمجها واغير فيها بناء، بدخل عليها احاسيسي. بعيد التجربه بس بعيدها باحساسي انا، بمشاعري انا فيها كانت ازاي؟ كان ايه طريقه رد فعلي؟ رد فعلك الحسي كان ايه فيها؟ بعدين بكرر التجربه علشان ايه؟ ااكد عليها. بكرر التجربه علشان ااكد عليها. وبعدين زي ما قلنا، من تكرار التجربة برمجة، زيادة قوة الأحاسيس وزيادة قوة البرمجة. في الوقت ده تبدأ تتكون عندي العادات. ببدأ ايه؟ تبدأ تتكون عندي العادة. يبقى العادة بتتكون عندي ازاي؟ من تجربة. ببدأ أركز على التجربة دي، بعيش في التجربة، بحاسيسها، بظبط نفسي على برمجة معينة، وبرمج نفسي بأحاسيسي بتركيزي في التجربة، وببنيها بناء على معتقدي أو منظوري أنا. بكرر التجربة وبعيش في أحاسيس عشان أزود قوة الإحساس وأزود قوة البرمجة للتجربة بتاعتي. طيب هنا بقى بيتكون عندي، بتتكون عندي العادات. طيب كويس جدا. لكي تغير عادة، لو أنا عايز أغير عادة هعمل إيه؟
انا كده انا عملت او صنعت او ولدت عاده جديده. لو انا عايز لا عايز العكس. يعني ايه العكس؟ لا يعني انا عايز اغير عاده. هغير عاده هستخدم اسلوب او هستخدم ماده اسمه مبدا الاستبدال. ماده ايه؟ الاستبدال. اعمل ريبليسمنت. ريبليسمنت استبدال يعني بستبدل عاده بعاده، تجربه بتجربه، احساس باحساس. يعني على سبيل المثال طبعا لو في واحده سن لو واحده بنت او سته وكده، وده اللي بيحصل دايما وبتخاف من ايه؟ بتخاف على سبيل المثال من الصرصار فرضا، في ناس بتخاف من ده. طيب وبعدين؟ فانا عايزين نغير بقى، عايزين ايه؟ عايزين هي بتخاف منه. لو انا عايز اعالج الامر ده اعالج ازاي؟ دي تجربه اكيد حصل معاها تجربه في يوم من الايام خلتها تخاف او يكون عندها فوبيا او يكون من ده من نقطه دي او من صفر ده. طيب لو بنينا الشكل من ناحيه ثانيه، لو على سبيل المثال التجربه بتاعت ان شافته فبدأ يكون عندي احساس ان لا هو شكله يخوف فانا بدأت اخاف. طيب لو شافته وكانت التجربه بتاعت الصرصار ده وهي بتشوفه كان معاه ورده، ماسك ورده حلوه في ايده وكان لابس لبس شيك، لابس بدله حلوه ورده حمراء تجيب البدله ومعاه ورده ايه؟ ورده في ايده. هنا لو هي غيرت الاحساس ده او التجربه، غيرت البرمجه، غيرت شكله، ان هو جاي لابس بدله شيك بدله حلوه والورده في جيب البدله ومعاه ورده يديها لها ايه؟ يديها هديه. هنا البرمجه اتغيرت. هل هاخد نفس الاحساس؟ مستحيل طبعا. مش هيكون نفس الاحساس ابدا. ليه؟ ادراكي اختلف، ادراكي بالنسبه للشيء اختلف، فبالتالي احساس اختلف، برمجتي للامر اختلفت. كذلك ايه؟ كذلك العاده، كذلك إيه؟ العاده عندي. طيب ازاي اغير؟ هنتكلم دلوقتي عن جزء ازاي تغيير او دور التغيير العادات السلبيه الى الايجابيه. ازاي اغير العاده السلبيه الى عاده ايجابيه؟ هغيرها ازاي؟ انا معايا عاده سلبيه عايز اخليها ايه؟ عايز اخليها عاده ايجابيه، هخليها ازاي؟ هيكون كالآتي. هيكون ايه؟ كالآتي. احسن حضراتكم يا جماعة ان شاء الله دلوقتي الساعة 8:58، هناخد 10 دقايق بريك بإذن الله وهنرجع علشان ناخد ايه؟ ناخد الجزء الخاص دور تغيير العادات السلبية إلى إيجابية، إزاي أحول العادة معايا سلبية إلى عادة إيجابية، وإن شاء الله في الوقت ده نكون ايه؟ حلينا مشكلة اللي هو ايه؟ البرزنتيشن او العرض ان شاء الله. فهرجع مع حضراتكم ان شاء الله 9:10 هكون معاكم علشان ايه؟ علشان نكمل ان شاء الله معاكم باذن الله ويكون تم حل المشكله ايه؟ ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله. او ابعتها العقل اللاواعي هي في الاصل هي السلام عليكم. اهلا وسهلا بكم معانا ان شاء الله في الجزء الثاني من يومنا النهارده. و
نبدأ كلامنا أو نكمل كلامنا عن دور التغيير لعادات سلبية إلى إيجابية. دور التغيير العادات السلبية إلى إيجابية. طبعا عندي العقل الواعي والعقل اللاواعي. العقل الواعي والعقل اللاواعي. يا ريت كل واحد فينا في حضراتكم يبدأ يستحضر مع عادة عايز يغيرها. ايه اللي بيحصل بالظبط معاي لما اجي او لما افكر اغير عادة سلبية الى عادة ايجابية؟ بيبدأ عندي في العقل الواعي كالآتي. ببدأ أبني أفكار، إيه الأفكار دي؟ وإيه وفي العقل اللاواعي أفكار؟ في العقل اللاواعي كالآتي، العقل اللاواعي تفكير سلبي لاواعي، عادة قديمة، هي في الأصل هي عادة عندي، هي إيه؟ هي عادة، فإيه اللي بيحصل فيها؟ إنما بفكر في العادة السلبية دي اللي هي عادة قديمة عندي، عادة سلبية بتفكير لا واعي. يعني ايه لا واعي؟ يعني تلقائيا بفكر فيها تلقائيا، فبيحصل معي الامر بينتقل معي من تفكير سلبي لا واعي في العادة السلبية اللي احنا عايزين نغيرها دلوقتي ان شاء الله، تفكير سلبي لا واعي، يعني تفكير سلبي تلقائي تلقائي لان هي عادة عندي، فانا اصبح الامر بالنسبة للعقل اللاواعي بيتعامل معاه بشكل تلقائي، فبيفكر تفكير سلبي فيها. التفكير السلبي بينتقل ايه؟ بينتقل لتركيز سلبي واعي، لتركيز ايه؟ سلبي واعي. يعني بيبدا الامر عندي بينتقل لتركيز سلبي ايه؟ سلبي واعي. في الحاله دي بعمل ايه؟ ببدا عقلي الواعي خد تفكير ايجابي، فكر في عاده او فكري في عاده ايجابيه، فكري فيها دلوقتي وحلليها او حللها وابدأ ادرس العادة دي. فكر فيها بإيجابية، فكر في إيجابياتها، في ماذا نفعها ليك واللي حواليك، ازاي تفيد نفسك بيها وازاي تفيد اللي حواليك، ازاي تساعد نفسك وتساعد اللي حواليك، ازاي بعد ما انت تستفاد بيها وتتعلم منها تنقلها للي حواليك. في الحالة دي بعد ما أنا أفكر تفكير إيجابي واعي بيبدأ ينتقل معايا الأمر كالآتي، إن أنا بروح لتركيب إيجابي، ببدأ حددت العادة أو حددت السلوك، فببدأ أدخلها عقل اللاواعي أو أبعتها لعقل اللاواعي بتركيب إيجابي، بتركيب إيه؟ بتركيب إيجابي لاواعي، بتركيب إيجابي لاواعي. ده بيؤدي ليه؟ لما انا اركز فيها تصبح عندي تبدا يتولد عندي عاده جديده. عاده ايه؟ عاده جديده. ازاي؟ كالاتي: مع التركيز الايجابي الواعي واللي بينتقل لعقل اللاواعي بتركيز ايجابي لاواعي، بيحصل معي تركيز ايجابي واعي يولد ايه؟ يولد عندي عادة جديدة. يبقى قلنا ازاي ببدأ في العادة القديمة كالآتي: بيكون عندي في العادة القديمة تفكير سلبي، يبقى في العادة القديمة ايه؟ تفكير سلبي لا واعي او تفكير سلبي تلقائي، بيتحول لتركيز، يبقى عندي تفكير سلبي لتركيز سلبي واعي، يبقى عندي تفكير سلبي لا واعي يتحول ايه؟ يتحول لتركيز سلبي. والتركيز السلبي ده انا ببدا ايه؟ ببدا اتخلص منه ان انا بفكر بعقل الواعي تفكير ايجابي. ايه؟ تفكير ايجابي واعي. يبقى في العاده القديمه او العاده السلبيه كان تفكير سلبي في عقل اللاواعي، في العاده الجديده او العاده الايجابيه اللي هنستخدمها بفكر تفكير ايجابي واعي. تفكير ايه؟ تفكير ايجابي واعي.
يتحول بعدين لعقلي اللاواعي الى تركيز ايجابي لاواعي، تركيز ايجابي لاواعي. يبقى هنا العاده السلبيه والعاده الايجابيه في العقل اللاواعي، في العاده السلبيه بيكون تفكير سلبي وتركيز سلبي في العقل الواعي، في العاده الايجابيه بيكون تفكير ايجابي في العقل الواعي وتركيز ايجابي لا واعي في العقل ايه؟ في العقل اللاواعي. ده بيؤدي الى ايه؟ الى سلوك، مولد سلوك جديد، مولد ايه؟ سلوك جديد. طيب ازاي تتصاعد وتتناقص الاحاسيس؟ انا ازاي اصاعد احاسيسي او اناقصها؟ هيكون كالآتي: التفكير. التفكير عندي بينقسم لجزئين يا جماعة: تفكير شعوري وتفكير لا شعوري. يعني ايه؟ تفكير شعوريا او اراديا بارادتك، بتفكر في حاجة معينة، انت بتفكر ايه؟ انت بتفكر فيها. وفي تفكير لا ارادي اللي هو الشرود الذهني، تسرح زي ما احنا بنقول، انت بتسرح في حاجه فبتفكر فيها لا ارادي. ده بينقلني المعنى. معنى ايه؟ معنى شيء معين، فكره معينه، في سلوك. معنى ايه؟ معنى في سلوك. يبقى التفكير الشعوري الارادي واللا ارادي يجتمعوا معايا علشان يدوني معنى. والمعنى ده بيبدأ او ببدأ انا بعيش فيه لحد بزوده اللي يكون معايا ايه؟ احاسيس. ببدأ ابني رد فعل حسي، ببدأ ابني تجربة حسية خاصة بالسلوك ده. بعدين بيكون معايا فسيولوجية الجسم، فسيولوجية تحركات ايه؟ تحركات الجسم، تحركات الجسم. فببدأ كالآتي: التفكير، ببدأ أفكر فكرة معينة، فكر فيها أيا كان الفكرة، ببدأ أفكر فيها. وبعدين أفكر وأعيش التفكير مع الإحساس، بفكر بنقطة معينة، بفكر فيها أو بفكر في السلوك ده. أو على سبيل المثال لو أنت بإيه معي بحب مثلا لعبة معينة، فأنا بفكر في اللعبة وبربطها بأحاسيس إن أنا سعيد وأنا بلعب اللعبة دي. ببدأ أفكر في اللعبة تاني وأربط إحساس تاني سعادتي بيها، وأبدأ أتخيل هكون سعيد قد إيه وأنا إيه وأنا بلعب اللعبة دي أو وأنا بمارس اللعبة دي، وأفكر تاني في اللعبة. بيزيد كده في تصاعد في التفكير، ان انا بفكر اكتر فبركز اكتر فبلاحظ حاجات جديده اكتر. كالاتي: احساسي بيزيد اكتر، بعيش في جو اللعبه اكتر، مشاعري بتتاثر اكتر، فبرجع بفكر تاني اكتر في اللعبه، ببدا الاحظ ادق التفاصيل، ببدا الاحظ التغيرات البسيطه، اي حاجه بلاحظها وبركز فيها جدا بينتقل معايا الى احاسيس. برضو الاحاسيس بتعلى معايا، كل ما تفكيري بيزيد فاحساسي بالامر بيزيد، لحد ما اوصل ايه؟ طبعا لحد ما اوصل اللي هو الحد الاقصى، ويحصل عندي ايه؟ هيحصل عندي انفجار في التفكير والاحاسيس. التفكير وصلت لحاجة عالية جدا في التفكير، انتقل الامر ان احاسيسي بقت ايه؟ بقت عالية، او اصبحت ايه؟ اصبحت عالية جدا. في الوقت ده زاد عندي ايه؟ زاد عندي قوة جدا السلوك، لان معايا او تم انتاج سلوك معايا او تولد سلوك معايا، سلوك جديد باحاسيس ايه؟ احاسيس قوية
وايه ورابط قوي جدا، ورابط ايه قوي جدا. طبعا كالاتي بيكون السلام عليكم. أعتذر يا جماعة، ولكن حصل عطل فجأة، شبكة الإنترنت فصلت. وهكمل مع حضراتكم زي ما قلنا ازاي تتصاعد او تتناقص الاحسان دي. ان انا بفكر في السلوك وبعيش ايه وبربط باحساس، بفكر في السلوك وبربطه باحساس، بفكر في السلوك ايه وبربطه باحساس، الى ان يصل ايه لاقصى حد لي، الى اقصى ايه حد لي. طيب انخفاض ازاي نقص الاحساس او كذا، او ازاي يحصل عن تناقص في الاحاسيس؟ كالاتي: اعيش في فكره، ببدا قوي جدا عندي، ببدا اوصل لحاله قصوى، وبعدين ببدا افكر في الامر وادرسه وارجع تاني للاحساس وافكر فيه واعيش. طيب ايه الاخطاء؟ طيب انا ليه وصلت للحالة دي او كذا؟ ببدأ احلل. التحليل بيشغل العقل المنطقي عندي، فبيخليني ايه؟ بيخليني اهدى. كذلك بيقلب الى ان يصل ايه؟ الى ان يصل الى درجة اللي انا عايزها. طيب ازاي استطيع التحكم في التصاعد والتناقص الحسي؟ يعني ازاي انا اعرف اتحكم ان انا اصعد احساسي او اوصله لمرحلة عالية او اقلله واخليه المرحلة منخفضة؟ على سبيل المثال التوتر او القلق او الوحدة او الاحباط، كل ده بيدينا طبعا اساسه الوحدة او القلق او الاحباط او التوتر، بيدينا الاكتئاب، بيدينا ايه الاكتئاب. دايما ايا كان اي حد من دول كده، اسأل نفسك ايه هي الرسالة الروحانية وراء الاحساس ده؟ اكيد في رسالة من ربنا سبحانه وتعالى وراء الاحساس ده. اكيد مش ما حسيتش الاحساس ده من فراغ، اكيد في رسالة. ايه الرسالة دي؟ اسأل نفسك ازاي تستطيع ان انا استطيع ان انا انجز الاحساس ده لأدنى حد، وازاي استطيع تصعيد ايجابيتها الى اقصى حد. بالنسبة للوحدة او القلق او القلق، طلب الان ليه؟ اسأل نفسك ايه الرسالة الروحانية من وراء الاحساس ده انك حاسس بالقلق؟ أكيد في حاجة ربنا سبحانه وتعالى بعتها لك، علشان كده في قلق. أعرف ليه السبب، إيه الرسالة الروحانية ورا الإحساس ده؟ طب أنا أعمل إيه؟ تسأل نفسك إزاي تقدر تنقص الإحساس ده إلى أدنى حد، أقل حاجة ممكنة. واسأل كمان إزاي تعرف تصاعد أو ترفع إيجابيته لأقصى حد. يعني انا الان من فهم شرق، الان من الامتحان خلاص هذاكر، بس ايه السبب القلق؟ لان انا ممكن اكون مؤثر في المذاكرة، مؤثر في الدراسة، عشان كده تولد عندي الاحساس ده، فكان عندي الاحساس ده. طيب هتعامل معاه ازاي واتخلص منه ازاي؟ ان انا استفيد منه ازاي او هرفع ايجابيته لاقصى حد ازاي؟ ان انا هذاكر،
ان انا لا هنتظر ان انا كذا، فابدا غير تركيبك ازاي؟ باضافه المؤثرات الحسيه، بضيف مؤثرات حسيه تساعدني. يعني ايه؟ على سبيل المثال هضيف مؤثرات حسيه روحانيه، ربنا يوفقني، انا هتوكل على ربنا سبحانه وتعالى، ان ربنا مش هيغذرني، ببدا اضيف ان انا ان شاء الله هكون موفق من ربنا، ربنا هيعيني، ربنا هيساعدني. واحذف من المؤثرات الحسيه، احذف ازاي؟ حاجات اللي بتوصل عليك. انت قلقان، قلقان ليه؟ انت قلقان، قلقان ليه؟ فهي تقول لك انا قلقان والله علشان كذا دي بقى انا عايز احذف، ببدا احذف من المؤثرات دي، الحاجات اللي ممكن تاثر عليا، الحاجات اللي ممكن تاثر ايه؟ تؤثر او تبني رد فعل حسي عندي سلبي، فلا انا بحذف ده. طيب ازاي بستخدم استراتيجيه الالم المساعده؟ استراتيجيه الالم المساعده عامل من شكل مدخن. لو مركز اي حاجه يا جماعه، لو الاصل فينا عندنا الالم والسعاده، الالم والسعاده. يعني على سبيل المثال المدخن، انا واحد بيدخن، ادراك ان التدخين ده بيخليك حاله مزاجيه سعيده، بيخليك مبسوط، بيسبب له ارضاء نفسي، بيخليه سعيد، علشان كده هو بيدخن. طيب لو ادرك يقينا ان التدخين ده بيسبب له الم، بيسبب له كذا، بيزيد من توتره، بيزيد من قلقه، بيزيد من شد اعصابه، بيضغط عليه نفسيا، وانه بيدمر صحته، لو ادرك ده يقينا وادرك ان الامر مش سعاده زي ما هو بيظن ولكن الم، هيدخن؟ اكيد لا، اكيد لا، يعني اكيد مش هيدخن، ولكن هو غير مدرك لده، غير مدرك ايه؟ لده. يعني على سبيل المثال زي ما قلنا طبعا ايه؟ بلاش تضغط على نفسك الافكار او كذا، ان انا اعيش في تجربه ايه؟ ان انا اعيش في تجربه تضغط علي اكثر من اللازم، لا بلاش ده. طيب سؤال، من اين اتت العادات؟ يعني عادات كلها فيها جت منين؟ إيه؟ عاداتك بتتكون منين؟ إيه؟ او عاداتي انا بتتكون منين؟ إيه؟ او بتيجي منين؟ إيه؟ بتكون كالآتي، بتكون ايه؟ كالآتي. بنبدأ عادات يا جماعة بتيجي عندي من أولا المحيط العائلي، أو أنا أعرف إن إحنا عموما أو كشباب أو كذا الطفل بتتكون شخصيته بنسبة 90% في أول 7 سنين، في أول إيه؟ في أول 7 سنين. تتكون من إيه؟ تتكون من المحيط العائلي، من المحيط إيه؟ العائلي، واللي هو المصدرين الأساسيين الأب والأم، الأب إيه؟ والأم. فبيبدأ العادات تتكون عند الطفل أو عندي أنا كشاب، بس ده في الأصل بيكون بيبدأ من مرحلة الطفولة، اللي هو من المحيط العائلي، الأب والأم والأخوات والأسرة. المحيط الاجتماعي، زي ايه طبعا؟ المحيط الاجتماعي، الاقارب، الاصدقاء، الجيران، كل ده محيط اجتماعي. من المدرسة، المدرسة والمدرسين، المدرسات او المعلمين والمعلمات، وزملاء في المدرسة. فايه؟ فباخد منهم، هم عاداتي، باخد منهم هم عاداتي. من انتقائي طبعا، ويا ريت هركز جدا جدا على كلمة التقاء بالنسبة للشباب، بالنسبة للشباب، الشباب معناه يا جماعة ولاد أو بنات الاثنين، فالشباب هركز جدا جدا على الأصدقاء والعادات اللي بتاخدها منيهم، لأنك ممكن تاخد من أصدقائك عادة سلبية من غير ما أنت تحس، من غير ما أنت تحس. وإيه كمان؟ بالنسبة للولد أو البنت، بالنسبة إيه؟ للولد أو البنت،
خلي بالك من ايه؟ ان الولد ممكن يكون اخطر من الولد، يعني الولد اخطر على الولد من البنت، يعني الولد يكون اخطر على الولد على الزميل الولد من البنت، والبنت تكون اخطر من البنت، اخطر من الولد على البنت، يعني البنت تبقى اخطر على صاحبته من الولد. انت ده لو كان الشخص ده صديق او صاحب او كان، فايه العادات اللي انت بتاخدها؟ فخلي بالك كويس جدا من العادات اللي بتاخدها من اصدقائك. من ايه؟ من اصدقائك. ممكن من غير ما تحس تلاقي نفسك بتاخد عادات سلبيه. بتاخد ايه؟ عادات سلبيه. فايه؟ فخلي بالك من ده. وطبعا من الحاجه الاخيره واللي هي ليها اثر كبير جدا جدا، اللي هي ايه يا جماعة؟ اللي هي بتكون عندينا البرامج الاذاعية والتلفزيونية. يعني طبعا مفيش داعي ان احنا نتكلم عن الامر ده، ولكن للأسف للأسف الشديد ان الامر ده سلبي جدا جدا. الشباب في أي كان، فده ما ننساش، يا ريت يا ريت ما نسيبش أطفالنا بسهولة، يعني إيه ما نسيبش أطفالنا بسهولة؟ يعني خلي بالك من التلفزيون، من العادات اللي بيكسبوها قدام التلفزيون. خلي بالك من إيه؟ من العادات اللي بيكسبوها قدام التلفزيون. يعني إيه العادة؟ أو لما بنلاقيه بيسمع على سبيل المثال اللي هي حلقات المصارعة أو أي أو أفلام الأكشن أو أفلام الرعب أو كده، ده طفل بيكسب طفل عادة. إيه العادة دي؟ عادة سلبية. بيكسب أطفال إيه؟ عادات سلبية أو عادات عدائية. فإحنا نخلي بالنا من ده، نخلي بالنا إيه؟ من الحاجات اللي بيستقبلوها أولادنا. وخصوصًا في حاجة لو دخلنا عليها يا جماعة وكتبت سب تيرمينال او سب ليمينال مسج، هنلاقي حاجات خطيره جدا. هنلاقي ايه؟ حاجات خطيره جدا جدا، يعني او رسائل خفيه. يعني ادخل كل حضراتكم يدخل على الانترنت ويكتب، يكتب رسائل خفيه على اليوتيوب، هيلاقي يعني هيلاقي بجد صدمه، او تبقى صدمه كبيره جدا الحاجات والبرمجه اللي بتحصل في اطفالنا وفينا احنا حتى الكبار من غير ما نحس، لان اللي ما عندوش خلفيه او لما حضراتكم هتشوفوا الموضوع ده بجد هتشوف، هتحس ان مش ازاي ده بيحصل؟ ازاي ده ايه؟ ازاي ده بيحصل؟ طيب ايه كمان؟ في عندي المفهوم الذاتي، سيلف كونسبت. سيلف كونسبت يعني ايه المفهوم الذاتي؟ يعني انت مفهومك لذاتك ايه؟ ادراكك، ادراكك لنفسك، انت مدرك نفسك ازاي؟ ادراك حياتك ازاي؟ حياتك ادراكك ليها ازاي؟ عايشها ازاي؟ ايه ادراكك ليك انت لذاتك؟ فاهم نفسك ازاي؟ فاهم نفسك فعلا ولا لا؟ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، القضاة ثلاث، واحد في الجنة واثنان في النار. انت بتحكم على نفسك بأي حكم، اي قاعدة لما تحكم على نفسك؟ ادراكك لنفسك ازاي؟ مدرك نفسك ازاي؟ ايه المعاني اللي انت عايش فيها؟ المعاني اللي انت بتسمو ليها وتحلم بيها وكده؟ ايه لغتك؟ اللغة اللي انت بتستخدمها مش لغة فقط الكلام، مش لغة فقط ايه؟ الكلام، ولكن تعبيراتك، التعبيرات اللي انت بتستخدمها، قيمك، ايه القيم والاعتقادات، قيمك ومعتقداتك ومبادئك، ايه اخبارها؟
عشان كده لازم يكون عندك عندنا ثلاث مربعات او ثلاث مثلثات. اسمه ايه المثلث؟ اسمه الصوره الذاتيه، صورتك لنفسك. انت شايف نفسك ايه؟ انت شايف نفسك ايه؟ ما تسمحش لاي حد مهما كان الحد ده انه يبني لك صورتك او انه يرسم لك مرايه نفسك، يديك مرايه فيها صوره هو عايزها مش انت. انت شايف نفسك ايه؟ شايف نفسك ازاي؟ تقديرك لذاتك، احترم نفسك وقدر ذاتك. الا لم تقدر ذاتك وتحترم نفسك لا تقدر تقدر الاخرين ولا تحترم الاخرين ولا تقدر تخليهم يحترموك. ليه؟ لان انت فقدت تقديرك لذاتك. لا، حاول تقديرك لذاتك تحت اي وضع، قدر ذاتك. ثقة في النفس، المثلث الثالث ثق في نفسك. ثق ايه؟ ثق في نفسك، خليك واثق من نفسك. ربنا سبحانه وتعالى هيقدرك انك تعمل اللي انت عايزه، هيقدرك انك تحقق اللي انت بتحلم بيه، بس اعمل ده. بس ايه؟ اعمل ده. طيب ايه تاني؟ ده يدينا ايه يا جماعه؟ التقبل. تقبل نفسك كما انت. ان لم تتقبل نفسك كما انت فلن تستطع ان تتقبل الاخرين او ترسل الاخرين او يعني تجعل الاخرين يتقبلوك. بالمعنى احترم نفسك وتقبل نفسك زي ما انت، واحترم الجميع وتقبلهم زي ما هم، وبعدين ابدا طور وعدل وقيم وغير. بس في الاصل تقبل نفسك كما انت، تقبل نفسك كما يعني بلاش تقول طيب انا والله في سلبيات، طيب انا معي مشاكل، طيب اعمل ايه؟ والله معي انا اكتر من مشكله، مش عارف اعمل ايه سلبيات وانا عندي لا ما لا اقبل نفسك زي ما انت، ما تركزش على سلبياتك، ما تبصش بمرايه او عابس على السلبيات بس، وايجابياتك بص على ايجابياتك. احترم نفسك احترم الاخرين، حب نفسك وحب الاخرين، حب نفسك ايه وحب الاخرين. وهنا ننفذ دايما ان الاحتياجات الاساسية للانسان، الاحتياجات الاساسية للانسان. طيب ما هي الاحتياجات الاساسية للانسان؟ يعني ايه هي الاحتياجات دي؟ أهلا وسهلا يا جماعة. قلنا إيه هي الاحتياجات الأساسية للإنسان؟ الاحتياجات الأساسية للإنسان بتكون كالآتي، بتكون إيه؟ كالآتي. ازاي؟ واحد البقاء. وانا الاعلان بالظبط يا جماعه عشان في كتاب الدكتور ابراهيم الفطر رحمه الله المفاتيح العشر، ايه؟ المفاتيح العشر للنجاح. البقاء ده الاحتياج الاول، ان انا ابقى على قيد الحياه، البقاء انك تكون موجود. فده الاحتياج الاول للانسان. الاحتياج الثاني الضمان. ضمان بقاء، ضمان البقاء على قيد الحياة، ضمان العيش، ضمان ايه؟ ضمان الاستمرارية. الحب بيحتاج الحب والتقدير، الإنجاز والتغيير، الاتزان والمعنى. يبقى ايه الاحتياجات؟ ايه الاحتياجات؟ أنا كإنسان ايه الاحتياجات الأساسية؟ البقاء، إن أنا أكون موجود. الضمان، ضمان الاستمرارية، والضمان ايه؟ الضمان للحياة، ضمان البقاء بتاعي. طبعا البقاء محدود، يعني مفيش حد فينا بقاء أبدي، ولكن هو بقاء محدود، ولكن البقاء الجنس البشري عموما هو بالتكاثر. والحب بتاعي، زي ما قلت بقى بحتاج كإنسان أنا من ضمن الاحتياجات الأساسية عندي إن يكون عاد في حب الأهلي للأسرة، للعلاقات الاجتماعية، الأصدقاء، الحب، الحب للجميع. حلو كل الناس. التقدير، لا اقدر نفسي، الاخرين يقدروني، اقدر الاخرين كذلك. الانجاز، انجاز شيء
جي حياتي او جي جي في حياتي انجاز الامر ده بيساعدني. التغيير انما دايما التغيير التغيير، اذا لم تتغير فمن المحتمل ان تفنى. لو مش هتغير انت ممكن تفنى، انت ايه ممكن تفنى فلا تغير. الاتزان طبعا بيحتاج الانسان الى ايه؟ الاتزان في حياته، انه يحس في توازن في اتزان في حياته. يعني ايه؟ يعني يحس ان في تعادل في مستويات الحياه في كل ده. المعنى انه يحس بمعنى ايه؟ بمعنى لحياته، يحس ايه؟ بمعنى لحياته، يحس انا عايش ليه؟ هو عايش ليه؟ طيب ايه تاني واخيرا؟ يعني الحمد لله يا جماعه ان البرزنتيشن اشتغل في الجزء الاخير يعني، فالحمد لله يعني. هناخد ايه؟ البقاء والضمان والتقدير والانجاز والتغيير والالتزام والمعنى. طيب ايه كمان؟ هننزل الجزء اللي بعد كده واللي هو الجزء ان شاء الله هيكون الاخير معانا ان شاء الله النهارده. الجزء الاخير هيكون معانا النهارده ان شاء الله في الكورس. هيكون كالاتي، اللي هو قلنا الجزء ده هيكون خاص بيه يا جماعه. قوانين العقل التي تحدد مصير العلاقة الزوجية، قوانين العقل التي تحدد مصير العلاقة الزوجية، ده بالنسبة لنا احنا للشباب. طيب ايه دخل ده؟ احنا بنقول ده ليه؟ بنقول ده علشان ايه؟ او ايه دخل ده بعدد او كذا؟ علشان كل واحد يخلي باله جدا جدا من ايه؟ من اللي بنقوله للشباب عندنا او العادات او الاطفال او كده. فايه ده؟ نشاطات العقل. نشاطات ايه؟ العقل. التركيز بيتم ازاي؟ التوقف، الانجازات، والاعتقاد. دول ايه؟ دول الاساسيات اللي بيحصلوا عندي. قوانين التي تحدد مصير العلاقة الزوجية. نشاط العقل، نشاط العقل يعني ايه؟ يعني بالنسبة للشخص ده او بالنسبة للشخص سواء مثلا زوج للزوجة او العكس. تركيز بيركزوا على ايه؟ كل واحد بيركز على ايه؟ كل واحد ايه بيركز على ايه؟ عشان كده ناخد بالنا يا جماعة، عشان الكلام ده بيتنقل ايه؟ بيتنقل للاطفال من غير ما يحس، بيتنقل للاطفال من ايه؟ من غير ما يحس. التوقع، يعني ايه التوقع؟ كل واحد توقعه من التاني ايه؟ توقعه من التاني ايه؟ يعني انت بتتوقع ايه من الشخص ده؟ فبناء عليه بيكون ايه؟ بيكون الوضع مختلف. الانجازات طبعا بيكون في انجازات بالنسبه له، واعتقاد، اعتقاد كل منهما ايه؟ اعتقاد كل منهما في الاخر. على سبيل المثال هنا في رساله جميله جدا او قصه جميله جدا. واحد جه في ايه؟ في تقريبا في مناسبة كان عيد زواجه بواحد من مراته او كذا. فمراته كان ايه؟ كان في نوعين عندنا اللي هو حسي وسمعي او حسي وبصري. فالزوج كان حسي يعني هادي، الزوج هادي كده، ومراته ايه؟ نوع بصري يعني بتتكلم بقوة وبسرعة. فجاه الشاهد ايه؟ الشاهد هنا ان اعتقاد او توقع جاء في عيد زواجهم او كذا او ايا كان المسمى. فايه؟ فبيقدم لها هديه ورده. فدخل البيت خبطه كده وايديه ورا ظهره وفيهم الورده، فتح الباب بيطلع لها الورده. كل سنه وانت طيبه. طبعا مين شافت الورده؟ واكيد رد فعلها طبيعي. ايه ده؟ وردة؟ انت جايب لي وردة في البيت مش عارف زواجنا ازاي؟ ليه؟ فهو طبعا اتصدم، انا جايب لك وردة ليه كده؟ فكان متوقع رد ايه؟ توقع منه ان هي تكون مبسوطة. حصل العكس، هي شخصيتها مش كده.
هي بتقول كنت متوقع انك حاجه كبيره وكده ومش عارف ايه. جاب لي ورده، ورده واحده كمان، حتى مش بوكيه ورد كمان، هي ورده واحده. فجات اليوم هبط الباب كده وداخل عليها ايه؟ دخل عليها بعلبه كبيره خالص، علبه هدايا من فوق كده. ايوه كده، فهي طبعا ايوه كده، ايوه حسسني انت بالنسبه لك حاجات الكبيره دي كده. فبتفتح الهديه فبتشوف ايه؟ فهي توقعت هو ده، توقعنا حد. فتحت الهديه بقى لقيت ايه؟ لقيت نفس الورده اللي امبارح، بالرغم ان ما اختلفتش، ولكن دي بالنسبه لها شافت ايه؟ حست بقيمه، حست ايه؟ بقيمه ايه؟ بقيمه الموضوع. فهنا توقعك او توقعاتك الشخص اللي قدامك بتتوقع منه ايه؟ بيختلف ايه؟ بيختلف جدا. هناخد دورة الحياة الزوجية، دورة ايه؟ الحياة الزوجية بتتم ازاي؟ بتبدأ طبعا ليه مش زي بالظبط، وكل طرف الى طرف اخر. ايا كان شكله بيحصل لي اثر دي، ببدأ اقدر الشخص ده، بحترمه، برأيي، بيبدا الارتباط. طبعا بتحصل عمليه الارتباط اذا كانت خطوبه ثم زواج او كده الى ما اخره. التعود، بنبدا من مرحله الارتباط، خلاص حصل الارتباط، بيبدا يتعودوا على بعض، بيبدا يتعودوا على بعض، على حياه بعض، على حياه بعض، على الوضع اللي هم عايشين فيه، على كل ده. المقارنه، هنا بقى المشكله بتبدا، هنا المشاكل، الخطر الكبير اللي بيبدا يا جماعه بعد الارتباط. اتعودنا على بعض وفي ايه؟ فبيبدا هنا المقارنه. لو هنلاحظ هنا مع بعض، بتبدا المقارنه بالاول هنا بالانجذاب والتقدير والارتباط لحد هنا. فبيبدا هنا، بتبدا هنا المشاكل اللي بتحصل، المقارنه. ليه؟ كالاتي. بعد المقارنه بتبدا المقارنه بتكون ازاي؟ المقارنه فين؟ بالحياه دلوقتي بقى متعودنا على بعض خلاص، هو وهي اتعودوا على بعض. فبتبدا المقارنه. المقارنه بتؤدي الى ايه؟ انعدام التوازن العاطفي بين الاثنين، بين الاثنين، اللي بيؤدي بطبيعه الحال انه ايه؟ انه يؤثر على شبابنا الصغير ويكون بالنسبه لهم عادات ايه؟ عادات سلبيه. في الاخر لا قدر الله قد يؤول الامر الى الخروج. طبعا له عدة وسائل، اسهل وسيلة طبعا ان ايه؟ ان حد يخلص من حد فيهم يعني. هنا بقى مشكلتنا، لاحظ الاخ اللي قدامنا ده، المقارنة وخطر ايه؟ خطر المقارنة لما يجي زوج وزوجة يكلموا ايه؟ يبدأوا يقارنوا مع بعض. بيبدأوا ايه؟ بيبدأوا يقارنوا مع بعض. ايه اللي هيحصل؟ كالآتي، بدأ أخينا ده أن يقارن، بدأ ايه؟ أن يقارن. ايه اللي حصل؟ كالآتي. Alright. انت جدا، هي دي اللي انا تعودت عليها، وهي دي اللي انا خدتها، وهي دي اللي عملية الانجذاب او الارتباط حصلت معايا دي. فهنا بدأ يقارن. طيب بعد التعود وبعد الارتباط اصبحت الحياه، الاول كان طبعا اتيكيت تراقب وتقدير واللي بيحصل ده. انا بقى ده مثلا ايه؟ كل اللي يمنعنا هي بتطبخ وبتغسل بس، والملل اللي انا فيه ده و و و فطبعا ايه؟ طبعا هنا الوضع اختلف، الوضع ايه؟ اختلف. ليه؟ انت هنا تعودت على حياه معينه، تعودت على حياه معينه. فبتبدا تقارن ما قبل وما بعد، حصلت التزامات، فده بيدخلنا في مرحله ايه؟ اسمها مرحله الخطر، او خطر ايه؟ خطر المقارنه. ايه كمان؟ هنا كالاتي، بتيجي هي بتيجي فبتبدا ايه؟ بتبدا المقارنه، بتبدا ايه؟
تبدا المقارنه. طبعا بتبدا ايام الايام اللي احنا شايفينها دي، طبعا ايه البوكيه الورد اللي جايبه لك وابدا بدون الارقام البلاغه اللي لا طبعا زي ما احنا شايفين، والتلفزيون عايز يوضع تلفزيون وهو كل اللي يهمه انه يقعد قدام التلفزيون و و و ما ده طبعا ايه؟ بتبدا هنا بمجرد ما بتقارن بين ده فين؟ مش هو ده اللي مش هو ده اللي فين؟ فين اللي احنا كنا متعودين عليه او يعني اللي قبل الارتباط راح فين او ده؟ فهي شايفه ده للاسف الشديد طبعا ما بتبنيش على ده. ابني حدد سواء انت او انت هو او هي يبدأ ابني على اساس صح. يعني ايه؟ ما ينفعش اقارن، المقارنه هنا خطا. المقارنه ايه؟ هنا خطا. يعني ما ينفعش اقارن بين الحالتين ما قبل وما بعد. فبعدين في كده ايه اللي حصل؟ ايه اللي اتغير هو؟ اتغير حاسس انه ارتبط بيكي او ارتبط او هي ارتبطت بيك. فليه بتقول هي ما كانتش كده قبل الارتباط؟ يبقى هي بقت كده بعد الارتباط علشان ارتبطت بيك فانت السبب. وانت كذلك هو ما كانش كده مش عارف ايه ما كانش بيعمل ده. فالوضع اختلف هو دلوقتي بيعمل ايه اللي اختلف؟ انه ارتبط بيكي فالمشكله تيجي انت. فبلاش تقول الامور ايه؟ تقول الامور الى هذا الوضع. يعني بلاش نخلي الامور ايه؟ تقول معانا دايما للوضع ده. بلاش ندخل في وضع ايه؟ وضع المقارنة، ان يعني انا اقارن او هي تقارن او كذا. ده في الاخر للاسف الشديد يا جماعة بيقول ايه؟ بيقول على شبابنا، بيقول ايه؟ على شبابنا. طيب وبعدين؟ وبعدين يا جماعة فالأمور هنا بعدين بتقول لي ايه؟ او ايه اللي بيحصل؟ زي ما قلنا طبعا للأسف الشديد بعد ما تتم المقارنة بتبدأ تحصل ايه؟ المشاكل لأي كان الظروف. ليه؟ لان الوضع اختلف. انا ما ينفعش اقارن بين ايه؟ بين الاثنين. كحياه ابدا ابني عاداتك، ابدا اختار عاداتك، ابدا قيم، ابدا عدل، ابدا اختار عادات تؤهلك انك تحدد اللي انت عايزه، تبني مستقبلك زي ما انت عايز، تعيش زي ما انت عايز. العادات اللي انت عايزها مش العادات اللي اي حد ايه؟ اللي اي حد عايزها. لا شوف انت عايز ايه، شوف انت ايه عايز ايه. واحذر، خلي بالك، خلي بالك كويس قوي قوي من ايه؟ من اكتر من حاجه منهم كالاتي. من ايه؟ كالاتي. وخلي بالك في دول ايه هم دول؟ ان انت تخلي بالك كويس جدا اثناء او تخلي بالك منين؟ من التركيز السلبي. ان تركيزك يكون سلبي انت او انت المزاج المنخفض. يعني ايه؟ الوقت اللي تكون فيه مزاجك مش متزن، في مشكلة معاك، في مشكلة معاك في الوقت ده، او حالة الطوارئ الداخلية، ان انت داخليا غير مش متزن، في مشكلة معك. فخلي بالك. او اي تاني؟ المؤثرات الخارجية، احذر المؤثرات الخارجية. ما تسمحش لأي حاجة تأثر عليك، ما تسمحش لأي حاجة تضغط عليك او تأثر عليك. مؤثرات خارجية تأثر على حالتك الداخلية او غيره، او علاقاتك الداخلية. لا. واخيرا احذر اشراك الاخرين في حياتك العائليه. خلي بالك مش بسهوله يا جماعه ان انا ادخل حد
في حياتي العائليه واخليه يشاركني في حياتي او كده. لا ما ينفعش مهما كان، حتى لو صديقك وعايشين مع بعض من زمان ما فيش مشكله، صديقك وعايشين مع بعض من زمان انت وهو اللي في البيت، ايه دخلها؟ ما تعرفش صديقك ده ولا صاحبك ما تعرفوش، فانت عايش معاه هي ما عايشاش معاه، هي مش عايشه معاه، فانت ليه تبني زي ما انت على اساس اللي انت عايزه؟ او انت العكس كذلك، انت يعني كذلك الامر، انت هتقولي دي صاحبتي ما ينفعش حد قال لها حاجه او كده، لا صاحبتك انت مش صاحبته. ايه تاني؟ واخيرا ما هي العاده؟ العاده يا جماعه هي الحب، حب الله عز وجل، حب ربنا سبحانه وتعالى، فالنمو يعني عبادتك ربنا سبحانه وتعالى، عبادتك ربنا نفس كلام ربنا، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، هي دي العادة، عايزين دي تبقى عادة. ايه كمان؟ الحب، خلي حب الناس، كل الناس ليك او كل اللي حواليك خليه عادة، النمو انك دايما تبقى في نمو وتقدم خليه عادة، ان انا دايما اكون في حالة نمو ونجاح. العائلة، احافظ على عائلتي وعلاقتي معاهم كده، خليه عادة، تواصل معهم، صلة الرحم، خليه عادة. الأصدقاء، تواصلي مع أصحابي وبناء العلاقات الاجتماعية كلها، خليه عادة. الوظيفة، إن أنا أنجح في وظيفتي وإن أنا أحافظ عليها وإن أنا أرتقي دايما فيها، عادة، خليه عادة. المادة أو الماديات، دي أهم حاجة طبعا، عشان كده مخليها لكم آخر حاجة. حافظ على نجاحك، التزم، اتعامل صح، ابني، ابدأ عمر، ابدأ إيه؟ ابدأ عمر. يعني ما تسمحش لأي حد مهما كان يأثر عليك. علشان كده بنقول يا جماعة يا ريت محافظة على العادات دي. ايه هي العادة؟ عبادتك لله ربنا سبحانه وتعالى، خليها عادة. صلاتك، صيامك، صدقتك، ده مرضاك صدقات، زكاتك، كل ده خلي ده عادات معاك، خلي يعني، ومنسألكش على الفرائض بس، كمان ايا كان دينك، مسلم او غير مسلم، فعلاقتك مع ربنا سبحانه وتعالى، الحب، حبك لله، حبك للناس، حب كل الناس، خليك مصدر طاقة ومصدر حب للناس كلها. ليه لازم يكون في حاجة معانا؟ لا، خليك انت مصدر طاقة ومصدر ايه؟ حاجة كويسة للناس كلها. بيها او منها. ايه كمان؟ زي ما قلنا النمو. خلي نموك ونجاحك وتقدمك دايما اعادة. دايما عايز انجح، دايما عايز في حاله نمو، في حاله تقدم، في حاله نجاح. وايه كمان تاني؟ زي ما قلنا وهختم مع حضراتكم، العائله والاصدقاء والوظيفه والماده، خليهم عادات. صلتك بالرحم، باصدقائك، بكل ده خليهم ايه؟ خلي عاده، خلي نجاحك في كل حاجه عاده. حول سلوكياتك ما يكونش نموك فتره معينه، لا خليه عاده دايما. خلي عالم متكرر، دايما بنجح، دايما في نمو، دايما في تقدم. وان شاء الله باذن الله كده هختم مع حضراتكم ان شاء الله، ولو في اسئله هستقبلها. انا 5 دقايق لو في اي اسئله هستقبلها من حضراتكم. او من خلال طبعا لو ما فيش وقت ان شاء الله ممكن من خلال التواصل على الصفحه اللي كتبناها لحضراتكم بالامس. ممكن تواصل من خلالها، ولو في طبعا اي حاجه هيوضحها لنا وسعدت جدا جدا بتواجدي مع حضراتكم وتواصلي معاكم ان شاء الله. وايه؟ احنا بنحبكم كلكم طبعا. ابعت رساله حب، ابعت رساله حب لمين؟ ابعت رسالة حب للجميع، ابعت رسالة ايه؟ حب للجميع، ابعت رسالة حب لكل الناس، حب كل الناس، حب ايه؟ حب كل الناس مهما كان، حب أي حد، بلاش فكرة لا،
ما تكرهش حد، لا احب كل الناس تحت اي وضع. ايه خليك دايما مصدر يعني طاقه ايجابيه، مصدر نجاح للناس، مصدر ان انت لما حد يشوفك او حد يتعامل معك هو ده، هو نفسي اكون ده، نفسنا كلنا نكون شبه ده بس. وان شاء الله باذن الله سعدت جدا جدا بتواجد مع حضراتكم على مدار امبارح والنهارده ان شاء الله، وباذن الله يتكرر اللقاء مع حضراتكم مره اخرى ان شاء الله. وسعيد جدا جدا بوجودي مع حضراتكم، اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان احنا نكون اثرنا حضراتكم. نسال الله سبحانه وتعالى ان يستعملنا ولا يستبدلنا، وان يفيد بنا ان شاء الله، وان ينفع بنا، وان يجعلنا ان شاء الله ممن سخرهم لخدمه الناس زي ما علمنا ايه؟ زي ما علمنا الدكتور ابراهيم فكر رحمه الله، وزي ما تعلمنا من قبل الدكتور ابراهيم فكر من ديننا واخلاق ديننا والسياسه ايه؟ والسياسه عندنا في ديننا. وكمان نسال الله سبحانه وتعالى ان احنا نكون بين خطي الثقه والتواضع، ونعوذ بالله من ثقه تبغى فتصبح كذب، او تواضع يطغى فتصبح مذله. واسال الله سبحانه وتعالى ان ينفع بنا وبكم ان شاء الله. وسعدت جدا بتواجد مع حضراتكم، واتمنى ان تكون استفدتوا ان شاء الله، وننتظر حضراتكم ان شاء الله باذن الله نلتقي مرات اخرى كثيره، مش اونلاين بس، لا كمان ان شاء الله على ارض الواقع، عشان في ورش عمل كتير جدا كان المفروض ان احنا نعملها يعني للاسف. طبعا الاونلاين مش بيساعد قوي اللي هو ايه ان احنا نعمل ورش العمل او المتابعه، لان ما بيكونش في المتابعه، ولكن ان شاء الله نلتقي مرات كثيره جدا مع حضراتكم ان شاء الله في الخير ومن نجاح لنجاح ان شاء الله. ونلتقي معكم ايه؟ ونلتقي معكم دائما ان شاء الله على ايه؟ على القمه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.